السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. أنا إن شاء الله نتحدث على الموضوع اللي مهم بزاف الحقيقة. هي حلقة حصرية على القناة ديالي، يعني أنا كنخدمها بطريقة بزاف، ولكن ما جاتش المناسبة أنني غادي نخدمها معكم، ألا وهي الرضاعة الحبيسة. الرضاعة الحبيسة أول ما غادي نهضر عليها كل شيء كيجي في الأذهان ديالو، يعني غادي نشد الأم وغادي نحبسها مع الصغار ديالها. صافي، هذه هي الرضاعة الحبيسة. لا، هذه ماشي هي الرضاعة الحبيسة. الرضاعة الحبيسة هي الطريقة كيفاش غادي نتعاملوا مع الرضاعة الحبيسة. قبل ما نهضر عنا على طريقة ولا أي حاجة، غادي نقسم هاد الموضوع لهذا الرضاعة الحبيسة. غادي نقسمها للفقرات، وهي الطريقة أولا والإيجابيات والسلبيات. هي هاد الرضاعة الحبيسة، نهضروا أولا على السلبيات. أول حاجة، الرضاعة الحبيسة هي عكس الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الحبيسة يعني السلبيات، إذا بغينا نهضروا على السلبيات، هي غادي نشدوا حنايا هاد الأنثى، يعني هي ولدت، وغادي نشدوا الباب نخليه مفتوح لواحد المدة معينة في الليل مثلا، ونغلقوه لمدة معينة. يعني هادشي هو العادي اللي اي واحد يقدر يغلط فيه. هادشي كنقول لكم من اخطاء. غادي يشد الباب وغادي يغلقه لواحد المدة معينة، ولكن الا جيتو تخدموا العقل والذكاء، يعني واش حنا عرفنا هاد الانثى واش يعني رضعت ولادها او الصغار ديالها في الليل؟ حنا ما عارفينش فوقاش رضعتهم، يعني اسمو غادي نوليو كاننا كنغصبوها. ملي غادي نوليو نغصبوها، اسمو هي غادي دير، ملي غادي ندخلوها عند الصغار ديالها، غادي ندخل عندهم وهي ما باغياش ترضعهم، اسمو غادي يوقع هناك رفس. غادي تشدهم وهي غتبقى ترفسهم، اسمو غادي يوقع هما باغيين يرضعوا منها، هي كتهرب والبيت الوليده صغير غتبقى ترفس فيهم. غادي تكون واحد اما خلفه ولا جوج غادي يرضعوا منها، ماشي مشكل، لكن هي ما فيهاش الحليب لان فايته مرضعه، غادي يبقى ترفسهم، غادي يوقع هناك موت للصغار اما واحد او جوج. ملي غادي انت غادي تشوف هذا الرضاعه تقول بلي هذا السيد هذا اللي هذا الفيديو هذا راه غشني، لان قال الرضاعه الحبيسه. الرضاعه الحبيسه ماشي هي هذه. انا غادي نوريكم دابا الايجابيات وكيفاش الطريقه ديال الاستخدام ديال الرضاعه الحبيسه. اول حاجه خصنا بالليل يعني نسدو على الاطفال، على الصغار عفوا، ملي نسدو على الصغار ديالها شنو غادي يوقع؟ هي ما دخلتش رضعتهم، هذه بالعقل، يعني خدموا الذكاء ديالكم. ملي ما دخلتش رضعتهم شنو غادي يوقع؟ غادي نوض في الصباح انايا، غادي نشوفها هكا، وغادي ندير لها بعدا اول حاجه وهي حصه او حصتين، وذلك كتعويد. غادي نعودها منين غادي نجي انايا ونفتح بيت الولاده باش هي تدخل، ولكن انا متحكم فيها وعارفها انها ما رضعتهمش. هذا هو دابا مربط الفراس. هادشي كلشي كيهضر على هذه النقطه، هذه انها ما خصهاش تكون رضعتهم. وغادي نشوف الا هي يعني هاد الانثى هذه كترضع مثلا جوج مرات، غادي يبان لي غادي نبقى غادي معاها على جوج مرات، ولكن غادي نضبط الساعه ديالي على واحد لقيته انني غادي نبقى مثلا نرضعها ما في يعني نقولوا في الصباح مثلا مع وقيت الظهر. غادي نجي ونفتح، شحال غادي نفتح؟ ماشي نفتح منها نص نهار، لا، لان خاصك نفتح ونسد عليها. هذه هي الرضاعه الحبيسه، ولكن هذه الطريقه، يعني هي دخلت عند الصغار ديالها حبست عليها، يعني درت واحد الحاجز انها صافي ما تخرجش. شحال من 7 دقائق حتى 8 دقائق، صافي راه كافي انها غادي تكون رضعت. منين تكون رضعت صافي هي خرجت، ونعاود عاوتاني نسد، ماشي نخليها مفتوحه ونمشي انا نضرب دويره وهي راه دخلات رضعت. لا، خصني انا اللي نضبط فوقاش هي ترضع وفوقاش ما ترضعش. هذا هو كل شيء قائم على هذه النقطه هذه. وعلاش كنسدو في الليل؟ يعني هاد الرضاعه الحبيسه كلها عباره عن فتح وسد، سد فتح وسد، ولكن نتايا هو اللي كتحكم فوقاش غادي تسد عليها
وما ترضعش، هي ما ترضعش، ماشي نخلي البيت مفتوح ونشدها نبقى ندفع بيدي نجري عليها تدخل ونسد عليها. انا ما عرفتهاش بلي رد فايتها مرده، الا ما عرفتهاش الا فايتها مرده غادي تدخل تبقى ترفس في الصغار ديالها، تما كيحدث الموت لا قدر الله. القضيه ديال علاش انايا ما كنديرش هذه القضيه في الليل مثلا، يعني نجي نقول انايا في الليل نحل عليها، شحال من واحد غادي يقول انايا ايوا نحل عليها في الليل هي تردع، هي عاوتاني خطا كبير هذا. علاش؟ لان في الليل نكون انايا حاضي ولا ما حاضيش تقدر واحد الاخر واحد الصغير من الصغار ديالها يبقى لاصق فيها وانا ما نشوفوش، وغادي يخرج وغادي يبقى راكب فيها، ومنين غادي يخرج انا ما غاديش نشوفه، غادي يطيح في الكاج. منين غادي يطيح في الكاج غادي يكرم غير بالبرد، لان ملي كيكون هو مع خوته كيلصق معاهم وكيبقى شي فوق شي، هذاك الفرو ديالهم شي كيسخن شي باش كيقدر يسخنوا. شوف سبحان الله، الله عطيهم هاد الملكه هذه انهم كيتحاموا بعضياتهم، شي كيدخل في شي باش كيكونوا واحد النوع من الحراره، وتما كيقدروا يعيشوا. الا مشى تبقى لاصق فيها وخرج نقدر ما نشوفوش. يعني حاولوا تخدموا الطريقه بنهار، يعني بنهار، لان اختار كتكون الليل وبنادم كيكون باقي باغي يمشي ينعس ولا وانت غادي تزرب، لان غير 7 دقائق 8 دقائق تقدر يخرج شي واحد مثلا اللون ديالو كحل بحال هذوك، وحال ما كيبانوش في الليل. هانتوما اللون ديالهم تبارك الله اسود، تقدر واحد يخرج وانت ما تشوفوش، انت خدم الطريقه بنهار، حتى اذا خرج تشوفو تردو صافي، هي القضيه مزيان. اذا الطريقه ديال الرضاعه الحبيسه سمو هي الاساس ديالها وهو الذكاء، فوقاش نخدم خصني غير نفهم سمو هي بحال هي العلاقه رياضيه، يعني خصني فوقاش نفتح فوقاش نسد، فوقاش نفتح فوقاش نسد. هذه الا فهمتها غادي نقول انا باللي انا كنتحكم، ولا بغات شفتوا انتم قادره انها ترضع 2 خطرات هذه ديروها من اليوم الثالث، عقلوا على الرضاعه الحبيسه من اليوم الثالث، هي ولدت من اليوم الثالث الا بغيتوا الرضاعه ديالكم تكون انتم كتحكموا فيها، الرضاعه الحبيسه خدموها من اليوم الثالث، لان اليوم الثاني الاول والثاني كتكون هي باقا مدهشره مع الولاده، باقي فيها الدم، باقي فيها بما كتغسل راسها، ولكن اليوم الثالث صافي راه كتكون تنقات. انتم في اليوم الثالث بداو كتقوموا بالاجراءات ديالكم، يعني خصو يكون عندكم واحد الحاجز. بحال دابا انتم انا عندي 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 واحد الشبيك راني رابطو الفوق غير كنطلقو كيتسد بيت الولاده، المهم انتم واخا تكون عندكم خشبه ولا غير تسدوا هذاك البيت الولاده انها هي ما تدخلش عند ولادك وصافي، وطبقوا يعني القضيه اللي قلت لكم انايا انكم انتم توليو تحكموا، هي ما ترضعش ماشي تجريو عليها تدخلوها عند الكاج عند ولادها وتقولوا بلي هذه هي الرضاعه الحبيسه انا ستحبس عليها، لا هذه راه طريقه خاطئه، راه غادي تدخل ويحدث موت. انا يعني كنقول لكم هذه القضيه باش ماشي تفرجوا في فيديو وتخدموه بواحد الطريقه خاطئه، صافي احكى الرضاعه الحبيسه انا غادي نشد النتوه ندخلها عند الصغار ديالها ونحبس عليها تمايا هذاك هي الرضاعه الحبيسه، لا الرضاعه الحبيسه هي التحكم. كيفاش غادي نتحكم انايا في هاد الانثى؟ انا نبقى نتحكم فيها في الرضاعه ديالها، واخا هي تكون باغي ترضع لا ما ترضعش، انا نفرض عليها واحد الوقت وهذاك الوقت غادي نبقى ديما هي منين يلا انا غادي نفتح الباب هي غتبقى توني معوده على ذاك الوقت اللي رضعت فيه اول مره، لان الا عودتيها غادي تولي انت غير تفتح الباب وهي تجي داخله عندهم، لان صافي تعودت بلي دير الدرع ديالها صافي راه عمر بالحليب، كتولي كتسناك انتيا الا مشيتي انت ما جيتيش مع ذاك الوقت كتبقى هي كتبقى تبغي هي تدخل عندهم، لان صافي انت خويتي لها الدرع ديالها والمده اللي جمعت فيها الحليب عاوتاني راه جات كتقول لك صافي هو فسح عليا لمده لا 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 طول الايام انها باش غتردع كتولي نتايا كتحكم، وملي كتحكم كون على يقين ان هي ما غتبقاش تدخل وتخرج اول حاجه، تسمو غادي يوقع غادي تبقى تردع هي ولادها كلهم غادي يرضعوا منها،
الا مشات هي دخلت شويه وخليت وكانت هي باغا ترضع يعني رضاعه طبيعيه وجا غير شي واحد قلقها مثلا قلقها في الكاج ولا كتخرج تسمو كيوقع كيكونوا مثلا خمسه رضعوا مزيان وجوج ما رضعوش صافي ها هما هذاك النهار فاتهم الاخر وهي كتدخل عندهم غير في واحد المده يعني هذه الرضاعه الحبيسه مزيانه هي طريقه ديال الاستخدام هي اللي خاص الانسان يدير بها. اذا هذه الحلقه راه مهمه بزاف فهموها عاودوا الفيديو مرارا وتكرارا اللي ما فهمتوش انا راني حاولت نفهم عاودوا الفيديو باش تفهموا مزيان وراها غادي الى غتنفعكم بزاف هذه الرضاعه الحبيسه راه غادي تنفعكم لان غادي يقول لك كل شيء كيرضع وكل شيء كيشبع ملي غادي يوقع ملي غادي يوصل وقت الفطام غادي تحصلوا على واحد الوزن ما شاء الله. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا الناس اللي مازالوش ما شاركوش معنا مواضيع قيمه ان شاء الله من القدام. كما لاحظتوا راني درت واحد الكاميرا جديده درجه جوده عاليه باش تشوفوا الفيديو مزيان. شاركوا معنا الناس اللي مازالوا ما شاركوش معنا يشاركوا معنا و تكيو على زر الجرس كي يصلكوا الجديد ديالي ان شاء الله وما تنساوناش بالدعم تكيو على زر الجيم باش القناه تزيد قدام وقدام ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.